وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم يا عز الضعفاء ويا كنز الفقراء ويا عظيم الرجاء ويا منقذ الهلكى ويا منجي الغرقى يا محسن يا منعم يا مفضل يا جبار يا منير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنشر من ابتغي وأرأف من ملك اللهم أنت أرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ودواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت وليجنا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت وليجنا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت وليجنا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنس منا سادح ما أتيتنا اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم
صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. وأذل الشرك بأشراره. اللهم أذل الشرك بأشراره. اللهم أذل الشرك بأشراره. اللهم إنا نجلوك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجلوك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجلوك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. واخذنا المسلمين من بين ايدينا ومن خلفنا ومن ايماننا ومن شمالنا ومن فوقنا. ونعوذ بالله ان تختار من تحتنا. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. ولا تنز منا صالح ما اتيتنا. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من ضلال وضلال وفتنة وضلال. وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاء. ولا حول ولا قوة الا بالله. يا الله مري مغفرة فرمانه. يا الله مري مغفرة فرمانه. يا الله مري مغفرة فرمانه. قولي امتي قولي مغفرة فرمانه. ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. پوری امت کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ امت کی مغفرت فرما. امت پر سے ناراضگی کو اٹھا لے. امت پر سے اپنے غضب کو اٹھا لے. اے اللہ امت میں موجبات رحمت اور موجبات رحمت کو امت میں قائم فرما. اے اللہ امت کو ہر خیر سے مالا مال فرما. امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا دے. امت کے مالوں کی جانوں کی آبروں کی دین ایمان کی امت کے معاشرت کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما دے. اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما دے. اس عالی مقصد کے لیے اس امت کو وجود بخشا گیا ہے. اے اللہ پوری امت کو اس مقصد کی طلب ہے بڑی فرما دے. اور امت کی صلاحیتوں کو پر لگا دے. اس کو برباد ہونے سے بچا دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو خیر وجود میں آ رہی ہے اے اللہ اس خیر کی حفاظت فرما.
السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.